أقدم التهاني بعيد ميلاد بودكاست أرابيا والفريق القائم عليها يوسف وجماعته، كلهم مبدعين، كلهم عندهم أحلام أمال يحققوها. ولعل هذا الحضور وهذا التجاوب وهذا اللي جاوا من كل الجهات هذا يؤكد أننا الآن عايشين العصر الثورة الرقمية التي نريد أيضا أن الشباب الجزائري يشارك فيها بقوة، ولكن أن يشارك بمنتوج مفيد، منتوج في قيمة مضافة للمجتمع وللثقافة وللإبداع وللفن، كل شيء. هذا الذي نريده. أنا أتبع كثير هذا المواقع ومعجب كثير بما يقدمه الشباب من منتوج فني فيه أفكار فيه آراء، ولكن بعض المنتوج أحيانا فيه ما يقال فيه يناقش يعني، ولكن طبيعي جدا، ما كل الذي يقدم كله على نفس المستوى، ولكن بحسب الإمكانيات بحسب الأفكار بحسب المستوى. لكن أحيي أننا في أن نملك جيل جديد، وهذا الجيل اليوتيوب هذا راهو جيل ماشي بسرعة، احنا رانا نحاول نلحق به، ولكن على أي حال ما لحقناش به جبناه للقاعة هنا باش نتلاقيو به. الشيء اللي نحب نقوله في هذه المناسبة أيضا هو أننا تأكدوا بأنكم ستجدوننا بجانبكم إذا كان عندكم أفكار، مستعدين أنكم تقدموا بعض المشاريع، لأن المسألة ليست فقط في أنك تبقى بين عايش داخل الليكرون تاعك، ولكن يجب أن تخرج للمجتمع. نريد أن من الشباب هذو أنهم ليملكوا مشاريع وأفكار، أنهم يتقدموا. إحنا الأبواب مفتوحة، النوافذ مفتوحة، كل الإدارة مفتوحة. عندك مشروع روح نناقشه، إذا المشروع هذا يصلح لأنه يكون ممكن في فيلم سينمائي، ولا يكون مشروع مانيش عارف على الخشبة، ولا مانيش عارف أنتم اللي أدرى بالمشاريع تاعك، ما نقدرش ندخلوا. هذا جيلكم وهذا وقتكم وهذا زمنكم، أنتم اللي تقدروا تقدموا الشيء اللي تشوفوه يستوعب الجمهور الواسع. ومعجب أنني نلقى شباب يعني مازالوا في السن 14-15 سنة وعندهم الأتباع نتاعهم مليون ومليونين، هذا مش سهل. هذا يؤكد باللي أن هذا الجيل راهو جيل مدرك القوة اللي تحملها الانترنت وعارفين، ولكن هذا السلاح يجب أن يوجه في خدمة المجتمع، في خدمة الثقافة الجزائرية، وفي الاحتكاك بالعالم أيضا. لازم نكون على مسافة مع العالم، تكون في قضايا تهم البلاد. أنتم رانا بلا ما نطلبوا منكم راكم تتصدى وتدافعوا على الجزائر وتدافعوا على بلادكم وعلى الثورة نتاعكم وعلى القيم تاع بلادكم. كل ما تشوف هذه شهادة، لأنكم كل أبناء عائلات جزائرية، والعائلة الجزائرية معروفة متمسكة عندها الوطنية نتاعها ومعتزة بالانتماء نتاعها، فهذا نحييكم عليه. أيضا أنا نظن باللي فتحنا ورشة مع يوسف وجماعة في أننا رايحين ممكن ننضم مجموعة من الشباب اللي جاهزين واللي مستعدين أنهم يدخلوا في مشروع سينمائي. ما نش حابين نديروا مشروع سينمائي واحد ولا أكثر من مشروع سينمائي، حابين أن الشباب هذا أيضا يخرجوا من هذه الدوائر المغلقة، من الغرفة نتاعو اللي ينجز فيها العمل تاعو هذا بتقنيات ليزابليكاسيون اللي راهم عنده، ولكن نريدهم ايضا ان نستفيد من الموهبه نتاعهم والمهاره اللي توفر عليها، ان نخرجوهم يشاركوا في بعض الاعمال السينمائيه الهادفه، السينمائيه تاع الشباب تاع هذا الوقت. ماناش راحين ما ندخلوش في الافكار تاع اللي تكون في الفيلم، اقترحوا وحنا نتجدون بجنبكم، ماناش راح نفرضوا عليكم اي شيء، هذا تاكدوا. ما نفرضوا عليكم لا راي لا قال دير هذا الشيء لا ما ديرش هذا الشيء، عندكم هذا وقتكم، احنا نواكبوه، احنا نرافقوكم، احنا نساعدوكم ندعموكم، نساعدوكم ماديا، نساعدوكم لوجيستيكيا، معنويا، واقفين بجنبكم، يعني الشيء اللي يخليكم تحققوا احلامكم. حقوا جيل في وقت الثوره حقق احلامه، جيل بدايه الاستقلال حقق، جيل السبعينات داروا افلام، عمر قاتلات وكذا بطريقتهم ذوقهم. الجيل الحالي ايضا نحتاجه ان ايضا يدير شيء جديد، فكره جديده. لهذا فوجودي انا لهنا ليس فقط بدعوه من يوسف والجماعه للحضور هذا، ولكن ايضا لتاكيد الوقوف نتاعنا الى جانب الشباب تاعنا المبدع، الشباب اللي عنده هذا الحس واللي اكتشف هذا السر في هذه
في هذه التقنية اللي ما تكلفش كثير ولكن تحقق الكثير. لهذا ف ان شاء الله انا نحمل بعض الافكار اللي ممكن ننظموا بعض ممكن سنويا نحاول ان ننظموا جوائز كبرى ماش جوائز يعني رمزية ولكن جوائز كبرى اللي تخلي الواحد يقدر يحقق مشروع كبير. لهذا فاستعدوا خليوا 2018 هي سنة ثورة الشباب الجزائري الرقمي الجديد و يلا قدموا احنا وراكم. السلام عليكم. الجائزة الكبرى يدي مسعودة معه. شكراً.